لسه مكملين معاكم فقراتنا، وزي ما قلنا في البدايه عندنا فقره خاصه جدا عن رحيل البابا شنوده الثالث بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه وسائر بلاد المهجر عن عمر يناهز 89 سنه. اعتقد ان مصر كلها يعني ستفتقد البابا شنوده، رجل السلام، رجل المحبه، رجل معروف بمواقفه السياسيه الحكيمه جدا، رجل اعتقد كل الاطياف الشعب المصري بتحبه جدا، بتقدره جدا وبتحترمه جدا. النهارده هنتكلم عن حياته وعن نشاته وعن اهم مواقفه. معانا استاذ نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان ومستشار الكنيسه القبطيه. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح النور. في حياتك يا فندم. حياتك يا فندم. مصر ليس وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا. دي المقولة الشهيرة للبابا شنودة، واللي كل الناس أجمعوا أن المقولة دي فعلا تنبع من شخص بيحب بلده جدا ويخلص في حب بلده ومستقبل أخبطها ومسلميها. تحب تقول ايه على بابا شنودة وانت حضرتك عارفين ان حضرتك قريب منه جدا؟ البابا شنودة عزيز على قلب كل مصري، مسلما كان ام قبطيا. البابا شنودة يعني محدش يقدر يعبر عن يعني مدى احزانه وحزنه وفاجعته اللي حصلت امس بوفاة او برحيل قداسة البابا شنودة السادس. بابا شنودة قامة كبيرة جدا جدا، قامة وطنية وقامة روحية وقامة أدبية وقامة شعرية وقامة مسكونية وقامة دولية. البابا شنودة لم يكن زعيما روحيا فحسب، وإنما أيضا كان مناصرا للقضايا الوطنية، سواء القضايا المصرية أو القضايا على مستوى العالم العربي. نحن نعلم أن قداسة البابا هو أول من أصدر قرار بمنع الأقباط من الحج إلى القدس إلا بعد جلاء القوات الإسرائيلية منها وذهابهم مع أخواتهم المسلمين. البابا شنودة كان له علاقات وثيقة جدا جدا وحميمة وشائق قوية بكافة مشايخ الأزهر طوال حياته، وكان دائما صمام الأمن والأمان في مصر. كان دائما ما يوقد فتن طائفية، كان عذب اللسان، كان أيضا عطوفا حنونا، يعني الكل كان ينهل من علمه ومن فكره ومن حكمته ومن بساطته. دائما كان بشوشا ودائما كان مبتسما يقابل الكل. حينما يكون بعض الأقباط غضبانين من شيء، نجد أنه متسع الأفق واسع القلب، له علاقات قوية بجميع أجهزة الدولة، يلجأ إليه المسلمون كثيرا في مشاكلهم، وأيضا يحضر كثير من درجات دكتوراه بالنسبة لأخوة المسلمين. كان يحفظ كثير من القرآن، وكان يقص الشعر وينظمه، فكان شاعرا بليغا، كان يعشق اللغة العربية. فالبابا طبعا حصل على اكثر من 8 درجات في الدكتوراه، اخرها الدكتوراه خدها من المجر من حوالي عدة شهور. البابا ايضا كان يرفض لقاء اي لجنة اجنبية كانت تتكلم باسم الاقباط. نعم. كان وطنيا يعني من الطراز الاول. وايضا لا ننسى انه كان ايضا كان مدافعا عن البلاد في فترة من الزمن حين كان ضابط احتياطي في الجيش المصري. لا ننسى أن البابا شنودة في حرب الاستنزاف في سنة 73 كان يذهب إلى خطوط الجبهة على خط القناة ويفتقد الجنود والضباط جميعهم ويقدم لهم الهدايا ويشد من أزرهم. هذا هو البابا شنودة. لذلك تدمعه جميع أعين مصر. نعم. وأعين العالم العربي اليوم. نعم. وأنا جاي دلوقتي سمعت أن الشيخ خليفة رئيس دولة الإمارات بينعي البابا شنودة، سموه أمير الكويت بينعي البابا شنودة،
مفتي الديار ديار القدس في فلسطين بيعني قداسة بابا شنودة الثالث، البيت الأبيض مع قداسة البابا. يعني أنا عايز أقول إني يعني ما ينعاه من إخواتنا المسلمين أكثر كمان من إحنا، يعني هم الحقيقة امبارح شفنا مشاهد في الكاتدرائية بجد، يعني إخواتنا المسلمين مسحوا الدموع من عينينا. نعم. هم موجودين معنا في الكاتدرائية، يعني كان مشهد رائع وجميل وإنساني ومصري حقيقي. نعم. يعني أعتقد الثلاث أيام الجايين بدءا من النهاردة هيكون في، يعني ممكن كل المصريين يقدروا يودعوا أو يلقوا نظرة الوداع وبدأ على تبدأ من الساعة البابا 12 شنودة. النهاردة إلقاء نظرة الوداع على قداسة البابا، تحط على الكرسي البابوي. وكل محبين البابا شنودة كلهم وأنا أعرفهم بالملايين، يعني نعم، هيلقوا نظرة الوداع على قدس البابا. طبعا كل أقباط مصر هيروحوا الكنيسة عشان يلقوا نظرة الوداع. معلش طبعا احنا عارفين الحزن الشديد أكيد 100% لكل المصريين مش لحضرتك بس. يعني أستاذي العزيز بعد إذنك، يعني حضرتك مستشار الكنيسة، وزي ما قلت انك انت قريب جدا من قداسة البابا شنودة. ايه اهم او اكثر موقف حسيت فيه ان البابا شنودة كان محتاج لاستشارة او محتاج لانك انت يبقى في حد واقف جنبه؟ طبعا في بعض القضايا القانونية اللي كانت تهم الكنيسة. نعم. وبعض المشكلات كانت تعرض لها الكنيسة، مثلا بناء الكنائس أو زي قوانين الأحوال الشخصية والحاجات دي كلها، كان دايما هو لا يستقل برأيه على الإطلاق، كان بيجمع ناس قانونيين ومستشارين حواليه. نعم. بيدوله المشورة، رغم أنه هو كان يعني فقيها وملما بالكلام، لكن برضو ما كانش بينفرد بشيء. لكن انا عايز اقول حاجه تانية مهمه جدا، يعني قد يكون غايب عن الناس. على المستوى الانساني البابا شنودة كان انسان بمعنى الكلمه. نعم. كان كل يوم خميس رغم مرضه ورغم تعبه، كل يوم خميس كان بيرأس لجنه اسمها لجنه البر في الكاتدرائيه. الغلابه، المساكين، الفقراء، البنت مش قادره تتجوز عاوزة حاجة، الولد عاوز حاجة في التعليم في الجامعة، يعني واحدة أرملة توفى زوجها مش عارف إيه، مسلمين ومسيحيين. البابا شنودة أن أعلم، يعني ممكن أقول دلوقتي ما كنتش أقدر أقول في حال حياته، يعني كم مش عاوز أقول صرف، وإنما كان قدم مساعدة بحب لإخوة مسلمين بعمليات جراحية تقدر بالآلاف بالالاف. كان ييجوا وهو يعني يتكفل بكل الحاجات الجراحيه والحاجات دي كلها والمعيشيه وكده. فالحقيقه كان على المستوى الانساني حاجه كبيره جدا جدا جدا. نعم. كان زاهد في حياته، يعني كان راهب، يعني مش عايز من الدنيا اي شيء. كان دايما اطلاقا يعني يمتص غضب الناس، لا يميل الى اي نوع من العنف. كان حينما يغضب، غضب طبعا يعني حق يعني مشروع لكل واحد، يعني لم يكن يعني عنيفا في كلامه ولا يعني مشتدا في حديثه، وإنما أقصى ما كان يفعله كان يذهب إلى الدير حيث السكينة، يخلد إلى ربه ويناجي ربه. وأيضا حينما البابا شنودة كان متحفظ عليه ايام الرئيس الراحل انور السادات في دير الانبا بشوي 3 سنين و7 شهور، كان بيعمل ايه؟ كان بيعمر في الاديره. نعم. وكان بيالف الكتب، وكان يعني بيشغل حياته، ما كانش متذمر. ما كانش متذمر ولا كانش متضايق. احنا كنا رحنا زورناه اكثر من مره، وانا اول واحد زرته الحقيقه. وكان يعني بيرضى بكل شيء. نعم. بيرضى بكل شيء. نعم. لم يكن منافسا ولم يكن معاندا للدولة، ولم يكن يعني حتى في الأيام الأخيرة اللي حصلت فيها بعض الأحداث ضد الأقباط من حرق كنائس إلى آخره، مش عايزين نذكر الحاجات دي طبعا عشان بتؤلمنا، كان بيتعامل مع هذه الأحداث تعامل
ليس فيه أي نوع من العنف أو الندية أو الحاجة المضادة، وإنه كان ببساطة بيتقابل مع المسؤولين وبيتحدث مع المسؤولين. الحب يعني أنا الحقيقة كمان الحب والحكمة عجبتني كلمة امبارح قالها الدكتور أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق ومرشح محتمل للرئاسة في أحد البرامج، كان لسه متصل بي من أيام قليلة وقال أنا زوجتي زوجتي الدكتور أحمد شفيق كانت عيانة، ورغم أن كان صوت البابا متهدك وتعبان جدا جدا وتعبان جدا في الأيام الأخرانية، كان بيسأل الدكتور أحمد شفيق عاملة إيه لمراتك وحالتها إيه وبتاع إيه، الراجل يعني قال له خليك في حالك يا قديس البابا يا سيدنا، يعني قال له يعني شوف في عز صراع مع المرض وبيسأل على مراته بل بيتابع حالتها الصحية عاملة إيه وبتاخد دواء مش عارف إيه الحاجات دي كلها. قد إيه يعني النهاردة نعي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب حاجة يعني فوق الوصف. نعم طبعا فوق نعم. الوصف نعم. لما بيتكلم هو فضيلة المفتي عن قداسة البابا كلنا يعني حزنا عليه يعني كمان حتة مهمة جدا إن يعني دائما نذكرها وسيخلدها التاريخ لقداسة البابا، إن آخر عيد ميلاد حضره في يناير اللي فات دعا كل التيارات في مصر تيارات دينية سياسية مذهبية كل شيء، قال احنا مصر عيلة واحدة لا ما نختلفش مع حد، تيارات سلفية اخوان ناس سياسيين رئاسة كله يحضر، محدش يعترض على حضور حد ويسلم على الكل وصافح الكل. نعم مصر كانت فعلا في قلبه عظيم. لازم نقول ان هو رجل حكيم جدا، رجل انساني جدا، واعتقد ان في اصعب المواقف يعني حتى ما كان بيحب ان هو يعبر عن غضبه وكان بيذهب للدير، بس اقصى حاجه كان بيعملها يروح للدير. يعني كثيرا كنا نتكلم ونحتد يقدس يا سيدنا كذا حصل، يعني بيتعامل بهدوء وحكمه اكثر بهدوء من المواقف. وبحكمه وايضا استطاع ان يكسب الكل. نعم. يعني البعض برضو بيبقى نفسه يعرف طب البابا شنوده اللي كسب محبه المصريين كلهم نشاته كانت عامله ازاي، ايه ويعني بابا شنوده كان حصل ايه فاصبح هذا الرجل محبوب من كل الناس. بابا شنوده كان طالب في كليه الاداب، تخرج سنه 47 قسم التاريخ في كليه الاداب، ثم اشتغل حوالي 10 سنين على ما اعتقد، وكان يميل الى النسك والى الزهد والى يعني التدين ويخلد اليه. فدخل الدير سنه 57 على ما اعتقد، والى وأعش في الدير الى ان سيما يعني اترسم اسقف للتعليم. ثم في 71 في 14 نوفمبر 71 رسم يعني بابا الاسكندريه وبترك الكرازه المرقسيه. استاذ نجيب بعد اذن سيادتك، كل المصريين يمكن مش الأقباط بس حتى المسلمين عايزين يعرفوا أو ياخدوا على الأقل فكرة عن ما بعد الجنازة، يعني مين أو مش عايز أقول مين، إنما عايز أقول الإجراءات المفروض متبعة. طبق القانون الكنسي دلوقتي هو بيدير البطريركية أو بيرأس المجمع المقدس، هو أكبر الأعضاء سنا. نعم. وهو نيافة الأنبا ميخائيل مطران أسيوط. عظيم. يعتبر أكبر أعضاء سنا، لكن نظرا لظروفه الصحيه. نعم. بيسموها قائم مقام، يعني نعم. يقوم مقام البابا الى حين انتخاب بطريرك جديد للكرازه المرقسيه. هستأذنك لو تدينا فكره ازاي اللي بيحصل في الاجراء في الانتخاب. في حته القائم مقام دي ان هو المفروض ان هو اكبر اعضاء سنا. نعم. في المطارنه والاساقفه والانبا ميخائيل مطران اسيوط. طبعا هو راجل كبير وظروفه الصحيه قد لا تسمح، فعرفت انه تنازل عن هذا الموقع لنيافه الانبا باخوميوس مطران البحيره وسائر شمال افريقيا. هو حاليا هو اللي هيدير البطريركيه كقائم مقام لمده شهرين، ثم يبدا الترشيح للكرسي البابوي. عظيم. ترشيح الكرسي البابوي من خلال طبقا للقانون الحالي. نعم. من خلال مجموعة من الشخصيات المسيحية. يتم التقدم للترشيح، طبعا لابد تكون رتبة كهنوتية. تمام. سواء كان أسقفا أسقف العموميين أو سواء كان راهبا في الدير حتى. نعم. لو كان راهب غير معروف. أيوه. بيتم الترشيح، افترضنا مثلا تم الترشيح أو تقدم للترشيح 10. أيوه. أو 15 أيا يعني كان عدد، يعني بيتم تصفيتهم برضو في المجمع المقدس بالانتخاب. بيدخل المجمع المقدس مكون من حوالي 125 او 130 اسقف ومطران. كويس.
العشرة دول بتقول المجمع المقدس بيتم تصفيتهم إلى ثلاثة. ثلاث أعضاء فقط لا غير. عظيم. ثم بيجيبوا طفل صغير بتعمل قداس كبير عشان في اعتقادنا طبعا ربنا بيكون موجود في هذا القداس. تمام. وتدخل إيد ربنا في اختيار، لأن اختيار البابا ده في اعتقاد في الديانة المسيحية هو اختيار إلهي. عظيم. مش يخضع لاستفتاءات وانتخابات وورق ومش عارف ايه الكلام ده كله، لا. عظيم. فبيتم الثلاث ورقات دول للسقف الثلاثه وبيجيبوا عيل صغير يعني مش مميز يعني ما يعرفش حد خالص، طفل صغير خالص. وبيتم بعد الصلاه وبعد صلوات كبيره جدا جدا بيحط ايده بيختار ورقه من الثلاث ورقات دول. عظيم. زي ما حصل مع البابا شنودة. عظيم. فبيتم بيرفع الورقه فالقائم مقام بيعلن ان فلان فلان هو بقى البابا. هو اصبح البابا 118 الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. طب الثلاثه دول بعد اذن سيادتك المفروض ايه المواصفات المفروض تكون على الاقل يكون مضى في الرهبنه 10 سنين. على الاقل يكون مضى في الرهبنه 10 سنين. بس وده وحيد. بيتم بعد فتره 60 يوم. بعد 60 يوم يعني ستين. بعد حوالي شهرين. بعد شهرين. بعد شهرين. يعني البابا شنودة كان معروف انه عنده نوع من الشفافيه وكان بيدرك الامور من كل الزوايا. بالظبط. في الفتره الاخيره وبعد المواقف اللي بتمر بيها مصر، في المواقف السياسيه والمواقف الاجتماعيه اللي بتمر بيها مصر بعد الثوره، كان رايه ايه؟ كان شايف مستقبل مصر هيكون ازاي؟ البابا شنودة على فكره في اخر حته في القداس يوم عيد الميلاد قال انا مش خايف على مصر. يعني كلمه كان لو كان بيطمنا في اخر كلمه ليه، قال انا مش خايف على مصر، مصر بخير، ما تخافوش على مصر. نعم. الحقيقه كمان ما ننساش ان البابا شنودة كان ليه صفه متميزه في حاجه مهمه جدا، مش كان بيسافر كتير بره مؤتمرات ويفتح كنايس بره ويدعى الى يعني حاجات زي كده. اول مكان كان ينزل فيه قداسة البابا طبعا قبل ما كان هو عيان يعني. نعم. كان عيان بيروح على كليفلاند وعلى المستشفى، لكن قبل ما كان يعيا اول مكان طأ قدمي قداسة البابا كان السفارة المصرية في اي بلد من البلدان. يعني بحق كان سفير لمصر في كل مكان. نعم. اللي عايز يجي يقابلني في السفارة. يعني كان اول مكان يلتقي باول مكان ينزل في اي بلد. نعم. كان يروح السفارة المصرية. نعم. والحقيقه وكان بيستقبلوا سفراء مصر في كل مكان، ويعني الحقيقه كان راجل يعني وده فعلا يعني في ناس كتير قوي ممكن تقول كلام بس ما تعملش بيه وما تكونش مقتنع داخليا بيه، انما فعلا الكلمه اللي كل الناس بتشيد بالكلمه اللي قالها اللي هي وطن، ان مصر ليس وطن نعيش فيه وانما مصر وطن نعيش فيه. ده حقيقي، حاجه طالعه ونابعه من قلبه. عمليا ما كانش بيتكلم كتير على فكره. ده صحيح. يعني ده صحيح. ده صحيح. بتحضرني مقوله السياسي والمفكر الكبير والدكتور مصطفى الفقي. نعم. كان قريب لي قوي كان بيقول كلمه حلوه جدا، ان يعني لما كان عيان سنفاته اللي قبلها وكنا بنلتقي بيه يقول لا اتصور مصر بدون بابا شنودة، لا اتصور مصر بدون البابا شنودة. بيه في حياتك يا فندم. استاذ نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان ومستشار الكنيسه القبطيه، بيه في حياتكم. بشكركم كتير. وكلنا زي ما قلنا وبنقول وهنفضل نقول ان المصريين كلنا بجد حزنانين جدا على ربنا يعبر عننا هذه الكاس كده وكلنا نكون في ايد واحده. ويمكن كمان رساله البابا هي رساله لكل المصريين بمنع الفرقة والتوحد. نعم. وعلى قلب رجل واحد ونخاف على مصر. أعتقد أن دي رسالة. نعم. رسالة الحب والمحبة اللي تركها البابا. نشكر حضرتك يا فندم البقاء لله مرة تانية. وأعتقد إحنا معانا عدد لسه من التقارير حول وفاة البابا شنودة. خليكم معانا، لسه معانا فقرات كتير بس بعد الفاصل.